السلام عليكم، أنا أحمد الإمام، وهنكمل كلام عن سلسلة اللي بدأنا فيها اللي بنتكلم عن الـ AI والماشين ليرنينج مع باشمهندس أبو بكر سليمان. في الحلقة اللي فاتت إدانا انترو عن الموضوع ككل، في رحلة إننا نتعلم إزاي شات جي بي تي شغال. فهنتكلم النهاردة بالتفصيل أكتر عن شات جي بي تي والترانسفورمرز وإزاي شغال انترنالي من جوه. فالكلام شوية هيبقى تكنيكال، فشدوا حيلكم معانا. إزيك يا باشمهندس، عامل إيه؟ الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين. طيب يا رب بس الناس تشد حيلها معانا كده، يعني ان شاء الله كده في المحاضرة النهاردة كده زي ما باشمهندس احمد قال هنكمل كلامنا. احنا المرة اللي فاتت خدنا جولة سريعة كده عن فكرة الماشين ليرنينج، فهمنا فكرة النيورال نتورك دي شغالة ازاي وبتستمد قوتها ازاي من القصة دي، وزي فكرة إن التجربة والخطأ دايما هي المحرك الأساسي عشان نقدر ندرب مودلز تقدر تعمل مهام بديلة عن الإنسان. وخدنا نبذة سريعة، مقدمة سريعة كده عن الـ NLP، وقلنا إيه تطبيقات الـ NLP المختلفة، إيه من أنواع التطبيقات اللي شفتها تعتبر NLP وإيه اللي ما تعتبرش يعني. ووصلنا بقى لإيه، إن إحنا كده خلاص خدنا مهدنا الفكرة. فتعالوا بقى يلا نبدأ نتكلم عن الترانسفورم ده بتشات جي بي تي بقى بتكنيكال اويرنس، مش مجرد ان احنا بنقول البتاع ده بيستخدم في ايه، لا البتاع ده اتبنى ازاي وايه اللي حصل قبل كده، وصلنا مرحلة بمرحلة لحد ما بقى عندنا تشات جي بي تي. فخليني كده بقى نبدأ نشير معاكم ونتوكل على الله. طيب في البداية خالص زي ما شايفين دي مجموعة اوت لاينز، طبعا مش هتكلم على واحدة فيهم لأن كلهم مصطلحات تقنية، بس فعشان ما فلش الناس فاحنا إن شاء الله هنبدأ. هي ببساطة جدا الرحلة، احنا هنبدأ من ايه اللي كنا زمان بنستخدمه لما بنيجي نتعامل في اي داتا من نوع تكست مع الماشين ليرنينج او نيورال نتوركس، وازاي كان عندنا مشكلة كبيرة وفضلنا خطوة بخطوة نحلها لحد ما وصلنا للمستوى الحالي. فيعني عملا بالمقولة، يعني لو حكينا يا حبيبي ايه نبتدي منين الحكايه، يعني الحكايه طويله صراحه. طيب الحكايه اقدم مما ايه مما الناس تظن. يعني ببساطه جدا في القرن ال 18 في امريكا، قبل اعلان الدستور الامريكي واعلان الاستقلال، في مجموعه مقالات نشرت في نيويورك تايمز كانت يعني بتحمس الناس ان هم يصوتوا في مشروع الدستور، فاحنا بنسميها الاوراق الفيدراليه. الاوراق الفيدراليه دول كان عباره عن 85 مقاله اتكتبت في نيويورك تايمز، واتكتبوا عن طريق 3 أشخاص. ال3 أشخاص دول اللي هم هاملتون وماديسون وجون جاي. إيه المشكلة؟ المشكلة إنه المقالات دي بعدين تم تجميعها يعني كإرث حضاري كبير جدا في أمريكا، وكان كل مقالة إحنا عارفين مين كتبها، بس في 15 مقالة إحنا متلخبطين مين كتبها، هاملتون ولا ماديسون. فدي كانت الإيه؟ دي كانت الأول مشكلة. بقى أنا بتكلم عن مشكلة من القرن 18. قبل كتابة المقالات دي بحوالي 30 سنة أو حاجة زي كده، في عالم اسمه توماس بايز عمل طريقة نظام رياضي عشان يعرف يعني يدرس حاجة في الاحتمالات. ماشي؟ وجا بعد كده واحد صاحبه وطور الموضوع ده. الفكرة بقى إن أنت بتتكلم على مشكلة من القرن 18، وكذلك برضه نموذج رياضي من القرن ال 18. عشان يجي بعد كده سنة 1963 بعد دخول بقى الكمبيوتر وبداية بقى فكرة الـ AI، جم 2 علماء وحلوا المشكلة بتاعت الأرتيكلز دي، وعرفوا إن الأرتيكلز مين اللي كاتبها. ماشي؟ وباستخدام إيه؟ باستخدام برضو النموذج الرياضي اللي تم اختراعه في نفس القرن. هو أنا عايز أوصل رسالتين في القصة دي. أولاً إن العلوم حتى في الماشين ليرنينج حالياً إحنا بنتكلم على حتى أجزاء كبير جدا من العلم كوبا مبنية حتى من قبل اختراع الحاسوب يعني. وتاني حاجة هي الفكرة، طب أوكي هو بايز يعني توماس بايز ده لما عمل النموذج ده اللي هم عرفوا يحلوا بيه المشكلة، هو كان عامله نموذج رياضي بحت. إزاي قدر الاتنين العلماء دول مثلا إن هم يفكروا إن في داتا مكتوبة مجرد تكست تتحول لنموذج رياضي؟ وهنا ظهر عندنا فكرة التكست ريبريزنتيشن او التمثيل النصي يعني في الكمبيوتر. ولو هنعملها جينيريك هنقول الماثيماتيكال ريبريزنتيشن، برضه التمثيل بقى الرياضي بشكل عام. فبدخل بينا بقى الايه للصلب المشكله في ال NLP. احنا عندنا داتا
الداتا دي من نوع تكست، عايزين نوصل ان الداتا دي تدخل على النيورال نتورك، تدخل على ماشين ليرنينج موديل اللي هي في النهايه كلها نماذج رياضيه ما بتعترفش غير بالايه؟ غير بالارقام. ف في انواع مشاكل تانيه زي مثلا الكمبيوتر فيجن، اللي هو الكمبيوتر فيجن احنا بنعني فيه ايه؟ ان احنا عندنا صوره، مجموعه صور مثلا دخلنا النيورال نتورك عشان يعرف الصوره دي فيها كلب ولا قطه ولا كذا. الصوره دي نفسها اصلا يعني موجوده على الكمبيوتر هي تمثيل رياضي، يعني انا ممكن ادخل له البكسلز والبكسل دي ليها معنى بالفعل، يعني هي نفسها في جوهر المشكله، في قلبها في البكسل ده في الرقم الرياضي اللي ليه معنى. فممكن ما احتاجش ان اعمل اي نوع من المعالجه على القيم الموجوده في الصوره دي وينتج لدي ايه؟ على طول معنى مباشر النيورال نتورك ممكن ياخد منه اي سنس. الالوان دي، الايدجز دي كلها ايه؟ موجوده في البكسلز. لكن في التكست، احنا التكست ده لما بتخزن حتى رياضيا هو اسكي كودز او كده برضه هي ملهاش معنى، بمعنى انه انا ما اقدرش استنتج حاجه من الحاجات دي، عباره عن ليبلز كده محطوطه لكل حرف عندي او كاركترز، وبالتالي الفكره نفسها مش ايه؟ مش واضحه بالنسبه للماشين ليرنينج او اي حاجه. فهي مفهومه من قبل الهيومن، من انسان، لكن بالنسبه للالجوريزم هي مش مفهومه. لذلك احنا اتحطينا قدام تشالنج مهم، ازاي نقدر التكست ده يتفهم اصلا من الماشين ليرنينج قبل اصلا ما يبدا يتعلم، ازاي يقدر يفهمه بس يعرف يتعامل معاه. طيب فتعالى نتكلم على واحده من اقدم الطرق ولا زالت مستخدمه، انا بقول اقدم بس لحد دلوقتي نستخدمها دايلي، حاجه اسمها الباج اوف ووردز. طيب فضل. انا عندي بس سؤال، لو ممكن نرجع للسلايد اللي فاتت، فال NLP ده هو العلم او الجزء من الماشين ليرنينج الخاص انه يخلي الماشين تفهم التكست زي ما البني ادم بيفهمه الى حد ما، يعني ان يبقى عنده فهم للتكست مش مجرد ان هو شويه بايتس وخلاص، هو ده ال NLP؟ ال NLP اول ما الحاجه تتحول من تكست ودخلت جوه الكمبيوتر سواء بقى ماشين ليرنينج او كده احنا دخلنا في ال NLP. احنا بقى يعني هي اندمجت بقى في شكل ماشين ليرنينج، فاصبح اغلب تطبيقاتها لازم فيها ليرنينج وفيها ماشين ليرنينج وفيها نيورال نتوركس. بس التكست جزء من الاسيت بتاعها او الداتا بتاعتها، سواء مدخل انبوت او سواء مخرج اوتبوت، لان ممكن في مثلا بعض المودلز اللي هو تدخل له صوره يوصف لك اللي في الصوره فطلع تكست، فبنعتبرها برضو من ان ال بي. فالتكست داخل في مرحله الايه؟ كمدخل انبوت او اوتبوت، هو ده عالم ال ان ال بي عامه. تمام. طيب فاحنا دلوقتي مشكلتنا ان احنا ازاي ندخل الكلام ده للكمبيوتر والالجوريزم عامه. فتعال نتكلم عن اقدم طريقه وهي اسمها الباج اوف ووردز. الباج اوف ووردز فكرتها بسيطه جدا، وهي دي الفكره اللي استخدموها الجماعه لما جم يحلوا مشكله الايه؟ مشكله المقالات اللي محدش لاقي لها صح. ببساطه جدا لو انا اعتبرت ان انا عندي مجموعه مقالات، مجموعه دوكيمنت، هنسمي كل يعني مش مقال بقى، هنسمي كل مستند من الداتا بتاعتنا دوكيمنت. فعندنا اثنين دوكيمنتس دي 1 ودي 2. الدوكيمنت هو عباره كله على بعضه كده الجمله دي، وده دي 2 مثلا بروجرام ماي لايف هو الجمله دي. الباج اوف ووردز بتقول لك انت ببساطه جدا هتبدا تبني فوكابلري. فوكابلري يعني مكان تحط فيه كل المصطلحات اللي تم ذكرها في الايه؟ في كل المقالات بتاعتك. طبعا احنا بنسمي مجموعه المقالات على بعضها كده او مجموعه الدوكيومنتس على بعضها بنسميها كوربس، بس بعيد عن المصطلح انت هتلف لي على كل الكوربس بتاعك على كل المستندات، وكل ما تلاقي مصطلح حطه وحطه قدامه رقم. يعني هو لقي كلمه اي فحط مكانها واحد معاها واحد، ليه لاف حط اثنين، ليه بروجرامنج حط ثلاثه، ليه اي تاني لا خلاص هي موجوده عندي في الفوكابلري مش هحطها. فهو لم كل الكلمات اليونيك او الفريده وعمل لها ماب بايه؟ بارقام، ماشي بالسيكونس ده. فاصبح عندي كده فوكابلري عباره عن كلمه الى ايه؟ الاي دي. ده الفوكابلري عندنا في ال ان بي ببساطه جدا. بعدين ايه المطلوب اصلا؟ المطلوب ان دي 1 دي ودي 2 دي يتحولوا بدل ما هم كلمات يتحولوا لارقام. فببساطه جدا انا هزود كده بقى ايه؟ رو لدي 1 ورو لدي 2، واجي على كل ادي 1 اشوف اي اتكررت كم مره واروح كاتب مثلا 2، لف اتكررت كم مره 1، هكذا اذ اتكررت كم مره 0 ما ظهرتش، كذلك ادي 2.
حاجة على كل كلمة واشوف هنا اي هل موجودة هنا؟ مش موجودة. لاف موجودة هنا؟ مش موجودة، فاحط زيرو. بروجرامينج موجودة مرة واحدة وهكذا. اصبح بقى عندي دلوقتي رو كده من البيانات الرياضية بيعبر عن دي 1 بدل الكلام الايه اللي مكتوب، ورو لدي 2 بيعبر عنه بدل الكلام الموجود. هي دي فكرة الايه الباك اند فورث. اتحسنت شوية انه قال لك ان فكرة الكاونتنج دي ممكن برضو ايه عايزين رقم افضل احسن شوية. ليه؟ لان ممكن الجملة دي تكون متكررة، يعني هي فيها مثلا كلها على بعض 10 كلمات، بروجرامنج ذكرت مثلا مرتين في العشر كلمات، فده يدل على كلمة بروجرامنج هنا لها أهمية. عن دوكيمنت تاني في مليون كلمة وبروجرامنج ذكرت 5 مرات بس. هو خمسة هنا أكتر من اتنين، بس دول 5 وسط مليون بينما دول 2 وسط 10، فربما في فكرة في الويت، يعني حجم عدد التكرار بالنسبة لحجم الدوكيمنت كله. فهم عملوا زي ايه معادلة سموها تي في ديف، الناس هتلاقيها دايما في بتشرح. بعيدا عن كل ده، التي فايف دي ببساطه جدا، شوف لي كده الويت قيمه الكلمه اكس في المستند واي، بس هي دي كده. ومش عايز ادخل يعني في التفاصيل هنا، بس هي كلها عد، عد لي كام كلمه في الدوكيمنت واي، عد لي كام كلمه في الكوربس كله، عد لي كام كلمه ذكرت هنا اكس، وهكذا، واحسب ايه المعادله دي. هو كان دي نفس عايز يوصل الطريقه اللي بتستخدم في الاستك سيرش بالظبط، في الواقع الاستك سيرش اصلا تي فايف دي اصلا يعني هو ده البيزك ابروتش بتاعه، بس اعتقد فيه يعني بيستخدم برضه حاجات تانية. فايه ببساطه جدا، هو عايز بدل ما اعد ويبقى 1 2 3 تتحول لويتس. بعد ما حسبنا الحسبه، فمثلا اي هنا واخده في دوكيمنت 1.40 مثلا، بينما عشان ما ذكرتش في دي 2 واخده اي 0. بروجرامنج واخده 0.57 وهنا 0.73. فهنا مثلا الويت بتاعها للتعبير عن دوكيمنت 1 اعلى من ويتها للتعبير عن دوكيمنت 2 وهكذا. فببساطه جدا تكتشف ان الموضوع عباره عن ايه، عد يعني اول حاجه اعمل فوكابلري، بعدين امسك بقى كل واحد وعده، وممكن تعمل شويه تحسينات لمجرد ان انت تحول الكاونتنج ده لويت. القصه ايه؟ ابسط ما يمكن. القصه دي بقى استمرت معانا من اول ما قالوا يا ان ال بي في الكمبيوتر ساينس الى يومنا هذا. طيب يعني انا عندي سؤال، هم بيستفيدوا بيها ايه؟ يعني انا فاهم استفادتهم في الاستك سيرش بيها ايه، انما في الماشين ليرنينج ايه الاستفاده او ايه المشكله اللي هي بتحلها؟ ان هم حولوا التكست لارقام وشافوا الكلمات اللي هي يعني لها ويت قد ايه وريليفنت قد ايه في الجمله وهكذا. بتفيدهم في ايه بقى هم عشان يحلوا مشكله في الماشين ليرنينج؟ بتفيدهم في ايه؟ بتفيدهم في انه مثلا ده مثلا نيورال نتورك في انبوت، الانبوت ده مثلا جمله من 3 كلمات، انا عايز ادي رقم لكل كلمه يساعد الماشين ليرنج انه يتعلم حاجه. هي الفكره في كده، ان انا ازاي ادخل الداتا للماشين ليرنج الجوريزم او النيورال نتورك. فدي الرقم اللي في المحاضره اللي فاتت، هو الرقم اللي كان بيبقى مكتوب على الدايره الويت بتاع كل داي هنا مثلا كده، ده هو ده الويت، يعني هو ده الانبوت. الويت دي من النيورال نتورك، بس الانبوت ده يعني انا ليه اديت كلمه باد دي مثلا 34، او ليه اديت كلمه برودكت 67؟ دي حسب الطريقه بقى اللي انت عملتها. الانبوت هيدخل ازاي؟ ماشي، لان دي معادله رياضيه، وكل هي بقى الفكره في كده، كل ما اديته يعني قيم رياضية ليها معنى، هي في قلبها معنى، هو هيتعلم أسرع عن إنك تديه حاجة راندوم. ودي اللي هتلاحظها بقى في الـ NLP. نتكلم إن إحنا بعد ما عملنا كده، طب الـ Word IDs ده، إن إحنا ندي كل Word ID إيه الـ limitation بتاعته؟ أو إيه المشاكل بتاعته؟ المشاكل بتاعته إنه مثلا لو افترضنا بالـ vocabulary IDs ده عادي جدا، إن في كلمة خدت ID 1، وكلمة تانية خدت ID 5، وكلمة خدت ID مليون. ايه اللي يقول لك مثلا ان 5 دي اقرب من 1 ومليون بعيد عنهم؟ لا، دي عباره عن ارقام عشوائيه جدا. انا عمال ابص في الفوكابلري 1 2 3 4، بس ما فيش اي معنى لواحد عن مليون، كلها ليبلز. فاهم ازاي؟ وانا بتي في ايديف بس بحاول اجمل الصوره، يعني عارف ازاي؟ اجمل الصوره على قد ما اقدر، شويه اديها شويه سنس، لكن ستيل هو مش ده الايه؟ مش ده اللي انا عاوز اوصل له. الطريقه دي هي دوميننت او كانت مسيطرة على فكرة حلنا لكل مشاكل الماشين ليرنينج لحد مثلا ايه مثلا 8 10 سنين فاتوا، لحد ما بدأنا ندخل في شوية تطورات
تبعدنا عن الباج اوف ووردز وتدخلنا في حاجه احسن. بس قبل ما نشرح ايه الحاجه الاحسن دي، خلينا نتكلم عن مصطلح اسمه الفيكتور. ربما يكون الاول متجهات باللغه العربيه، ربما يكون يعني كلنا درسناه بس محدش فاهم هو احنا عايزين نوصل لايه. يعني هو احنا دخلنا كده فجاه ليه مدرس كاتب لنا متجهات الفيكتورز ويلا اولاد نحسب، محدش بقى طبعا ايه اللي بيحصل اصلا. ده فكره التفاضل، هو عندنا التفاضل مش عارفين هو احنا ايه، عارف انت ايه زق معانا اليوم، بس محدش عارف ايه اللي بيحصل. ماشي، بص هنعرض مشكله بسيطه جدا. دول ثلاث شخصيات من عالم كونغ فو باندا. طبعا لو ربنا رزقك بعيل صغير فانت كده اتفرجت على الفيلم ده ما لا يقل عن 853 مره. فاحنا عندنا النمر وعندنا الباندا وعندنا ايه المونكي. وجيت سالت سؤال لحد يعني خبير بهذه الشخصيات ولي امر يعني، وقلت له تقدر تقول لي كل شخصيه شبه الثاني كم في الميه؟ يعني الدب الباندا قريبه للتايجر بكم في الميه وقريبه للمونكي بكم في الميه؟ بس بشكل رياضي بصيغه رياضيه. الفكره هنا بايه؟ اعتبر بالظبط نفس مشكله الاي بي، عندك كلمات ممكن تعبر عنه بشكل رياضي، بس خلينا دلوقتي نتكلم عن الشخصيات الكرتونيه دي. فالك اوكي انا كراجل رياضي انا ما بعترفش بالقناعه العامه، انا عايز ارقام، انا عايز داتا. فقلت له اوكي انا هديك عن كل شخصيه من الشخصيات دي معلومتين، الويت وزنه بالكيلوغرام وسرعته كم كيلو في الساعة. وتوصلت الأرقام دي إن أنا بدل ما أقول لك تايجر أنا هقول لك حاجة بتمشي وزنها 100 كيلو وبتمشي بسرعة 65 كيلو في الساعة، وهكذا لباقي الفيجرز. فأصبح عندنا دلوقتي mathematical representation يعني تمثيل رياضي لكل شخصية عبارة عن قيمتين كأنهم X و Y. بعدين قلت لك خلاص أوكي هات لي القيم دي وتعالى نرسمهم، هما قيمتين فممكن يترسموا، فأنا أرسم لحد فوق 3D. فقيمتين يعني أنا عملت إيه؟ عملت كده محور للويت ومحور للسبيد، وجيت مسكت مثلا الإيه؟ النمر مثلا، ولقيت كده إن هي 100 على الويت، فأنا إيه رحت طلعت لحد 100 و السبيد 65 وعملت نقطة هنا، وجيت من 0 الأوريجين وإيه عملت خط. جيت مسكت المونكي بقول لي الويت لحد 30 ستوب هنا، وبعدين يمشي في السبيد لحد ما توصل 25 ورحت إيه عملت خط. وجيت على الباندا ورحت رسمت له برضو النقطة بتاعته، هو وزنه 200 أعلى حاجة في المحور وبالنسبة للسبيد هو 5، ورسمنا بدأ عندنا تمثيل رياضي لكل شخصية من الشخصيات دي. بعدين بقى هنا أصبح عندنا لكل واحد فيكتور، وهي دي بقى فكرة الفيكتور. الفيكتور إن أنت يكون عندك مجموعة قيم، كل قيمة بتعبر عن اتجاه معين. يعني أنا الاتجاه اللي عندي الدايمنشن الأولاني أو الاتجاه الأولاني في الفيكتور ده هو الويت بالإيجاب 100 خطوة، في السبيد بالإيجاب باللي يعني بوزيتيف 65 يونت خطوه. فاصبح عندي فيكتور اسمه 165، تو دايمنشن، الدايمنشن الاولاني لقيمه والدايمنشن الثاني لقيمه. هكذا بقى لو انا عندي لكل حاجه نفس عدد الدايمنشن في نفس الاتجاهات، ماشي، يبقى ينفع نقارن ما بينهم. هنا بقى دخلنا بقى نعرف نقارن. فهي دي الفكره، انه في الرياضيات عامه انا عايز اوصل، لو عرفت اعبر عن شيء اي اوبجكت في الحياه بفيكتور وجاء واحد اوبجكت تاني ليه نفس ابعاد الفيكتور ده بقيم مختلفه، هعرف اقيس المسافه ما بين الزاويه ما بينهم زي ما انت شايف. طبعا انا رسم له كتو دي ممكن يكون 100 دايمنشن 1000 دايمنشن برضو كمعادله رياضيه ممكن احسبها. فلذلك احنا هنستخدم معادله اسمها كوزاين سيميلاريتي، معادله يعني هايفه جدا بس يعني ده اللي حابب يطلع عليها، عباره برضو اطرح دي من دي وكده يعني. ماشي، ونبدا نحسب السيميلاريتي ما بين كل شخصية والتانية. ماشي، بناء على ايه؟ بناء على اللي احنا لما نيجي نقول يا تايجر هنقول 165، يا مونكي 30-25 وهكذا. فطبعا في البداية اكيد كل واحد بشبهه واحد 100% هو نفس التماثل، لكن لو حسبنا بقى بالكوزاين سيميلاريتي الباقيين هنلاقي مثلا ان التايجر والباندا نسبة تشابه منهم مثلا 85.
التايجر مثلا والمونكي نسبة شبه مثلا 99، الباندا والمونكي نسبة شبه مثلا ايه 78، وهكذا. الفكرة في ايه؟ ان انت عايز توصل يعني ايه فيكتور، ان انت يعني دخولك في الماشين ليرنينج هتقابل كلمة فيكتور دي كتير جدا، فتكتشف ان فيكتور هي طريقتك في تمثيل البيانات بشكل ليه ابعاد، ابعاد دي كانها صف من القيم، وفي كل مفروض خانة من القيم دي، ده بيمثل عن حاجة. الحاجة دي قد تكون انت كإنسان ظهر لك عارف معناها، يعني عارف ان دي معناها ويت، وعارف ان دي معناها سبيد، لكن ممكن في حالات تانية ما تبقاش عارف ايه دي، لكن هي ضمنيا تحمل معنى. فواضحة كلمة الفيكتور هنا؟ تمام. طيب جميل جدا. هل انا يعني انا برضو انا مش فاهم اتحسبت ازاي، ولا ده مش مهم في هو السياق؟ معدل فوزناي سيميلاريتي بيقول لك بقى، يعني مثلا انت عايز تحسب المسافه 165 كفيكتور و205 كفيكتور، فبروح بيقول لك عارف ايه، يعني تجيب الفرق ما بين الاثنين دول، والفرق ما بين الاثنين دول الماجنتيود، وبعدين تقسمهم على ايه. هي معادله، هي معادله حرفيا بتحاول تترجم الزاويه اللي ما بين الفيكتور ده والفيكتور ده لرقم كام في الميه. اللي هو يعني حاجه شبه زي ما انا بصيت بعناية كده، انا لقيت ان المحور بتاع ده قريب لده، فبين لي ان التايجر هو قريب للمونكي، واضح ان هم قريبين اتنين، يعني رياضيا الزاويه ما بينهم صغيره، ده دليل ان هم قريبين من بعض، في سيميلاريتيز ما بينهم. فلو افترضنا مثلا ان القرد سرعته زادت شويه، فهو ممكن يبقى زي التايجر، ففي يعني قريب بالفعل. قريبين الى حد ما من بعض، انما الباندا في حته تانية في حته خالص. تانية. في حته تانية. فالفكره في ايه؟ الفكره في ان انا بس عرفت يعني ايه كلمه ماثيماتيكال ريبريزنتيشن، وحولت الرسمه دي من مجرد فيجوال لارقام. الكوزاين سيميلارتي برضه بتجيب الانجل، يعني ممكن تجيب برضه من خلاله الزاويه ما بين كل واحده. ماشي؟ حلو جدا. طيب هنفهم بقى ليه احنا وقفنا كده. فاذا عندنا تلخيصا للفيكتور، لو عندنا رقم كده زي ما هو عايش لوحده 10 كده 50 الف مليون سالب اي حاجه، ده اسمه سكيلر، يعني ده رقم كده عايش لا يعبر عن اي اتجاه. جاست ان الرقم بدا يعبرني عن اتجاه اصبح فيكتور. يعني ايه اتجاه؟ يعني ان هو مثلا بيعبر عن الوزن، بيعبر عن السرعه، بيعبر عن حاجه، ممكن حتى يعبر عن شيء احنا ما بنقيسوش. يعني ممكن ان انا اجي اقول رقم، انا يا جماعه هعمل دايركشن اسمه هيومانيتي الانسانيه، وهجيب مجموعة اوبجكتس فيهم بشر وفيهم حيوانات، وهقول مثلا ان هو انت عزير وكده الحيوان، انت مش انسان ومش من انسان، والله كل ما طلعت ناحية الواحد انت اقرب للانسان، كل ما نزلت عن الزيرو انت اقرب للحيوان، وهكذا. يعني ممكن كده النهاية ان الرقم ده تحول لدايركشن، اتجاه رايح بتبعد عنه ولا بتقرب، وهكذا. فدي الفكرة، الفرق بين كلمة سكيلر وكلمة فيكتور. فاذا من المثال اللي احنا كنا عملناه ده، ان احنا قدرنا بعد ما نجحنا في تمثيل كل اوبجكت بفيكتور بمجموعه رقم بتعبر قيم عنه، اصبح من السهل ان احنا نقيس المسافات ما بينهم والعلاقات ما بينهم. اذا قيس المسافات ما بين الفيكتور، مش دي المعضله بتاعتنا. المعضله بتاعتنا ان احنا اصلا ازاي نوجد الفيكتور ده، لان ممكن واحد يختار في الفيكتور ده لو احنا في معضلتنا دي انه يختار يعني قيم او كده ما بتعبرش صح عن الاختلافات. يعني ممكن مثلا يختار مثلا اللون، ويقول والله انا هعمل دايركشن للون وهم 10 تلوان وهحط رقم هنا للون، فاصبح هنا ايه، طب احط الرقم ده ليه؟ يعني واحد بلاك واورنج ومش عارف ايه، فتلاقي مثلا يقول لك ان الفيتشر دي مش معبره، ممكن تلخبط وما تجيبش السيميلاريتي صح. ده نفس الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت، انه انت من الداتا بتحاول تطلع الفيتشر او الخواص اللي انت تقدر تعتمد عليها وتكون مؤثره فعلا، لانه ممكن يبقى في حاجات اصلا مش مؤثره، هي موجوده في الداتا بس مش مفيده، فانت مفترض ما تعتمدش عليها وانت بتكون الفيكتور بتاعك. ده كده صح؟ بالفعل 100%. وممكن كمان يلخبط الماشين ليرنينج موديل بتاعك، معلومه ما لهاش لازمه. فاحنا جينا كنا بنستخدم تي 5 اف، وعندنا مصطلح الفيكتور وكل حاجه، لحد ما جينا صدمنا بالبيبر دي. البيبر طلعت في سبتمبر 2013، اللي هي efficient estimation for representation in vector space. طبعا واخد بالك من كلمه word representation اللي هو التكست اللي احنا بندور عنه، in vector space، في الفيكتور سبيس. ويعني مشهوره الراجل بتاعها كان توماس ميكلوف، ده في جوجل هو اللي بتاعها، ودي اول ايه، اول اسهام كبير بقى من جوجل في القصه دي. طيب ايه الفكره؟ الفكرة إن الراجل بيقول لك إيه؟ دايما رسمنا 2D كده
للنمر والمونكي وفي، ينفع نوصل مرحلة نرسم 2D كده مثلا للكلمات، بحيث نلاقي ان الكلمات اللي لها علاقة ببعضيها قاعدة جنب بعضيها؟ يعني مثلا نلاقي مثلا ان باريس جنب فرنسا، يعني مثلا يعني ده فوكابلري فيه شوية كلمات كتيرة جدا، ان باريس قاعدة جنب فرنسا، ايه علاقة بينهم؟ ممكن لو في تمثيل خاطئ، لا مثلا فرنسا قاعدة هنا مثلا جنب سلور، وباريس قاعدة جنب هير سيلف مثلا، يعني ده هو. لا احنا عايزين نوصل ايه، ولندن قاعدة جنب انجلاند، وهي قاعد جنب هيم سيلف حتى جراماتيكلي نحويا يعني، وكينج قاعد جنب مان، وكوين قاعده جنب وومن، وومن ده راجل وده انثى، هكذا حسب المصطلحات القديمه، الموضوع دلوقتي بقى اسمه مضمون، فانت فاهم ازاي؟ فايه، هل ينفع نوصل برضه لتمثيل رياضي كاننا بنعمل فيكتور زي ما عملنا في الباندا وكده؟ فالراجل بقى قال لك ايه؟ قال لك انا هعمل كده. طب هتعمل كده ازاي؟ قال لك والله انا هعمل تجربه بسيطه كده، نمشي معاها خطوه خطوه عشان نفهم الراجل عايز يوصل لايه. الراجل قال لك يا بص يا جماعه، انا هستخدم نيورال نتورك، بس في الاول انا هجيب شويه داتا راندم كده من على النت، اجيب داتا كتيره جدا من على النت، من كتب، اي داتا كده، ايه اي توك تكست على الفاضي، احنا بنسميه فري تكست لان هو ما فيش فيه اي ليبل ولا حاجه، اي تكست كده انسخ كوبي بيست وخلاص. فتخيل معايا ان ده جزء من التكست اللي هو جابه، نسخه كده من حته وراح كده، يعني مثلا دي مقاله مثلا وفيها كده مثلا خلال العصرين اليوناني الروماني استمرت سيناء تلعب دورها التاريخي مش عارف ايه بلا بلا بلا، دي قطعه هو لقيها كده. فقال لك يا جماعه انا هكون من القطعه دي داتا سيت اوتوماتيكلي كده بسكريبت كود. ازاي؟ قال لك بص، اول حاجه هحدد حاجه اسمها ويندو سايز. ايه الويندو سايز؟ قال لك بص، اختار كلمه، يعني انت اخترت ويندو سايز 2، اختار كلمه امشي قبلها كلمتين وبعدها كلمتين، ده الويندو سايز. عشان اعمل ايه؟ قال لك مثلا اختار كلمه اليوناني دي مثلا، اوكي، امشي قبلها كلمتين وبعدها كلمتين، هيصبح عندك كلمه تارجت سنتر وكلمات ايه كونتكست حواليها. احنا دلوقتي يبقى عندنا اربع كلمات كونتكست اللي هما باللون الازرق، هنعتبرهم دول الانبوت x1 x2 x3 x4، هم دول اربع كلمات، والاوتبوت الايه الكلمه السنتر. وبعدين هو ايه اللي انا عايز اعمله من الكلمات دي؟ انا هنفهم دلوقتي تمام. هو عايز يعمل ايه؟ بعدين هنمشي خطوه، الدور على مين؟ يعني كنا في اليوناني وصلنا الروماني، بقى مين الكونتكست بتاعتها؟ الكلمتين دول هحطهم في x1 x2، واستمر سيناء دي هحطهم في x3 x4، وبقى عندي ايه؟ كلمه الروماني في النص، وهكذا امشي خطوه، كلمة استمرت بقى التارجت من فين. هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل داتا ست بتقول له لو عندك الاربع كلمات دول ايه الكلمة اللي كانت في نصهم؟ فهو المفروض يقول اليوناني، طب والكلمات دي ايه الكلمة اللي كانت في نصهم؟ وهكذا، كأن داتا ست فيها انبوت واوتبوت، بس توتالي الداتا ست يعني اتكريت بكود، مفيش حد قاعد يعمل ليبلنج ولا حاجة. وطبعا لانه عنده مليارات الدوكيومنتس على الانترنت بابليكلي، فقاعد قادر يعمل من الداتا دي ايه؟ يعني زربيح داتا، يعني ما حدش يلم. فانت بتحاول تعمل ايه؟ انت بتحاول تسال برضه، انت بتحاول تعمل ايه؟ داتا ست ايه اهميتها في الحياه ان شاء الله؟ هعمل بيها ايه؟ قال لك بص، احنا هنبني نيورال نتورك دي مهمتها يدخل لها مثلا اربع كلمات دول، وانا اقول له يلا خمن ايه الكلمه اللي في النص؟ فهو طبعا في الاول يخمن كلمه غلط، اروح ارجع تاني اعمل تيون البارامتر زي هذا النيورال نتورك عشان اوصل بيه مرحله انه لما ادي الكلمات دي يخمن لي الكلمه اللي في النص. طيب، فبالتالي عمل هو نيورال نتورك صغيره جدا، ماشي، x1 x2 x3 x4 مثلا، عندنا طبعا اربع كلمات، كل مره يدخل له الاكسات دي ويقول له ها تتوقع من الواي كلمه ايه، في الاول يخمن كلمه ايه اي كلام، يقول له لا غلط معلش ارجع لي تاني كده حسن النيورال نتورك بتاعتك دي، وحسنها لحد ما يوصل ان هو بيتوقع الكلمات صح. بس وانا بدخل الكلمات دي في النيورال نتورك ده، بدخل ارقام، يعني اقول مثلا كلمه كذا قدامها رقم كذا رقم كذا رقم كذا، لا انا هدخل لكل كلمه، يعني وانا بدخل كلمه والروماني دي مش هتعتبر بقى رقم زي ما كنا بنعمل في الفوكابلري، كل كلمه قدامها رقم، هيبقى كل كلمه قدامها فيكتور، بس الفيكتور ده
عشوائي، وانا بختار مقاس واقول له بص الفيكتور ده عباره عن فيكتور من 50 قيمه، من 100 قيمه، من 300 قيمه، وحط انت ارقامه في الاول عشوائيه. جميل جدا. فاصبح بيدخل القيم دي بفيكتور لكل كلمه، بس الفيكتور ده في الاول عشوائي، ولما يجي يحسن بالمره يروح يحسن قيم الفيكتورز دي عشان تدي تمثيل اوضح لكل كلمه، تساعده ان هو ايه؟ ان هو يجيب الاجابه الصح. بعد فتره من التدريب رايح جاي رايح جاي رايح جاي، هنوصل مرحله ان بقى كل كلمه ليها فيكتور، بس المره دي ايه؟ معبر بشكل دقيق عن معناها في الايه؟ في اللغه. معلش، الفيكتور ده هيبقى عباره عن الكلمه والكلمات اللي هي قريبه منه دي، اللي هتبقى حواليه او اللي رايح في اتجاهها. يعني انا مثلا كلمه وقعت في النص بين اربع كلمات زي ما انت قلت في المثال، فهيبقى الفيكتور بتاعي عباره عن الكلمه دي وطالع منه اسهم للاربع كلمات دي. ما هنشوف بقى، هنشوف بقى، ندخل بقى في الكود. تمام. هنا بقى مثلا نرى يعني ايه بام عيوننا في الايه؟ في الكود. الموديل ده طبعا لما طلع كان في الاول يعني هم طلعوا يعني موديل بالانجليزي، بعدين في 2000 يعني 2017 يعني كنت شغال في جامعه النيل يعني، فاحنا نشرنا ريسيرش صغير كده سميناه ارافيك، ان احنا عملنا موديل شبه ده بس للعربي. كان برضه مميز فيه شويه ان هو جايب الداتا بتاعته بس مش من الانترنت، من ويكيبيديا او كده، لان ويكيبيديا ده مصدر مصادر الداتا اللي يعني ايه ممكن تاخدها عادي مش مشكله وكده. لا جبنا برضه لمينا شويه تويتس من تويتر وعملنا موديل. فالموديل ده قلت لك كان اسمه ارافيك، ده اسم البروجكت عامه اسمه ارافيك. والقصه بتاعته ان احنا كنا عايزين نبني موديل فيه كلمات عربيه كل كلمه ليها فيكتور بيساعدك تفهم معناها ايه وتقارن الكلمات ببعضيها بس للغه العربيه. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هو طبعا انت لما تدخل على البروجكت ده اللي هو ارافيك هتلاقي مجموعه مودلز موجوده عندك تحت، في مودلز مبنيه على تويتر ومودل مبنيه على الداتا جايه من ويكيبيديا. احنا عملنا دايما راجل عامل امسك الداتا، خد كل كلمه في النص، هات حواليها شويه كلمات، ابدا ابني نيورال نتورك لحد ما تحسن وتجيب لك لكل كلمه الفيكتور بتاعها. فطبعا هتلاحظ هنا الفيكتور سايز ان هو مثلا يعني ده قلنا والله الفيكتور في الموديل ده قلنا الفيكتور سايز ده هيكون 300 مثلا، او هنا انا قلنا مثلا هيكون 100. طبعا ده اختيارك ازاي؟ انا في الاول قلت لك وانا بانشيت الدنيا في الاول وانا ببني نيورال نتورك بعد ما هدخل لكل كلمه رقم، لا انا هدخلها فيكتور المره دي كامل على بعض. في الاول بيكون ارقام عشوائيه وبعدين بيبدا يتحسن مع الاستمرار لحد ما ايه يثبت على ارقام ضمنيه فيه تعبر عن الكلمه دي. ايوه انا قصدي في طريقه بتحط الانيشال فاليو دي اللي هي الاولانيه خالص، ولا يعني بيبقى ليها معايير انت بتبص عليها تقول اه ده هيبقى الفيكتور بتاعها 300، ولا لا هو اي رقم؟ لا لا إيه هو يعني اختيارك ل 100 و300 هيرستك جدا، هيرستك يعني حاجه كده ايه انت يعني من شغلك حاسس ان الرقم ده ممكن يكون كويس، انك مش عايز تكبر في المساحه في الحجم يعني عشان طبعا بيستهلك في الميموري عالي. بس هي حاجه كده من الريسيرش يعني، ممكن تعمل ايفالويشن بقى تبني حاجات كتيره بارقام كتيره جدا وتشوف احسن واحد يجيب معاك نتائج ممكن، او ممكن انت تقول والله انا من الناس كتيره بتشتغل والناس شغال مثلا ارقام دي مثلا 150 و300 ارقام دي هيرستيك، لان انت ما عندكش برضه الكباسيتي لان هو مكلف في البنى بتاعته والايام وانت بترم فيه، فما عندكش يعني القدره ان انت تبني كل الفرايتي او كل الارقام وتيجي في الاخر عشان تحدد مين احسن رقم. دي برضه من عيوب الايه؟ من عيوب القصه. فالفكره ببساطه جدا انا ما اعرفش الناس ما تعرفش يعني ايه كولاب صح؟ فانا هعدي بس مقدمه بسيطه. جوجل ربنا يبارك لنا فيها جت كده من يعني من كام سنه وطرحت فكره الكولاب دي على جوجل درايف عشان الناس برضه هتستخدمها لو حابه تكمل بعدين. الفكره ببساطه جدا ان انت في جوجل درايف عندك في اكونت جوجل درايف لو جيت كده عملت فايل كده كليك يمين يعني ورحت على مور هتلاقي في سيرفيس هنا اسمها ايه؟ اسمها جوجل كولاب زي ما انت شايف كده. جوجل كولاب ده بيفتح لك حاجه احنا بنسميها نوت بوك. النوت بوك ده بتديك زي كانها ماشين بترن عليها الكود وسبورتد بالجي بي يو بس بشويه ليميتيشن بس فري يعني. فاحنا لما لو جينا كده وعملنا كده واحد جديد ماشي زي اللي انا عامله ده ممكن ان انا ابدا هنا لو رحت اول ما افتحه ورحت هنا على اديت نوت بوك سيتنجز ممكن نختار ان انا اشتغل على ماشين نان يعني جي سي بي يو عادي جدا او ان انا اشتغل على جي بي يو
او ان اشتغل على تي بي يو، دي حاجه خاصه يعني موجوده بس في جوجل. يعني اركيتكشر من الجي بي يوز المفترض انه يعني موفر شويه وبيخليك تترين على حاجات ضخمه جدا، بس مش كل السوليوشن ده بتشتغل عليه، فاحنا غالبا بنشتغل على الجي بي يو. طبعا يعني هنا جوجل بيديك ماشين بجي بي يو بميموري محترمه وكل حاجه تشتغل عليها وترن الكود بتاعتك عادي جدا. فكره النوت بوكس مشهوره في كل اللغات يعني او لغات كتيره، ان انت هي الدنيا عباره عندك عن سيلز، خلايا بتكتب اي كوماند في سيل وتبدا ترن. الكوماند بتاعك لو بدا بالعلامه دي، انا هكبر بقى الخط عشان الناس تشوف، معناها ان هو ايه، بيرن كوماند لاين عادي جدا او انك تكتب ايه كود بايثون دايركت. فانا عملت ايه، انا اول ما بدات كده رحت رنيت اللايبر دي، عملت انستوليشن لكام بايثون باكج. انا سريعا عايز اوريك الكابابيلتي بتاعت الورتو فيك، مش عايز اشرح كود يعني. وهنا بالتطرين دول رحت عملت ايه، عملت داونلود لواحد من المودلز بتاعتنا في ارافيك عشان ايه نبدا ايه نستخدمها. ماشي تمام. فببساطه جدا انا عندي لايبر اسمها جيمسون كده، ورحت عملت ايه لود للمودل ده. طيب تي مودل ده دلوقتي، تي مودل ده دلوقتي يا جماعه، ده اللي فيه الوورد تو فيك، ان هو عندي كل كلمه وليها فيكتور مرادف ليها. فانا هبدا اكتشف واحد واحد. اول حاجه عايز اكتشف هو في كام كلمه عندي في المودل ده، لان انا وانا ببني انا بختار الكلمات، في كلمات بختارها وفي كلمات هستثنيها. زي مثلا ان انا اقول والله الكلمات اللي اتكررت على الاقل مثلا 5 مرات دي اللي اخدها، اقل من 5 مرات فغالبا هي دي كلمات اخطاء كتابيه او كده او نادره الحدوث، فانا مش عايزها في الفوكابلري بتاعي. يعني بفلتر شويه الكلمات ايه اللي اخده وايه اللي ما اخدوش. فانا كده مثلا باجي كده، فقال لي ايه، انا ما عنديش لود الموديل. طيب انا شاطر. ماشي. فهي الفكره في ايه، ان طبعا الاكواد دي عشان برضو الناس، الاكواد دي انا هسيب يعني في الاخر اقول لكم ازاي تحصلوا عليها بحيث الناس تشتغل. انا عايز بس احسسك هو هيخزن ايه في الموديل في النهايه، يعني ايه اللي هيتخزن في النهايه، فالناس يعني ما ايه ما تشتتش نفسها بالايه بالاكواد المكتوبه دي، على قد ما تشوف الريزلتس اللي انا دلوقتي هطلعها. ماشي. طبعا زي ما انت شايف كده برضو في الكولاب، لما بتدوس على العلامه اللي فوق دي بيقول لك والله انت الرام عندك مثلا 12 جيجا والجي بي يو عندك رام اهو دلوقتي، وده استهلاكك منه عامل ازاي. الكولاب ده فري يعني للناس تقدر تجرب فري. ولا اي حد فري فري، اي حد عنده جوجل درايف اكونت يدخل ويدوس بزر الفار اليمين هيطلع له الكولاب معاه. فتعال كده اول حاجه انا هقول له انت عندك كام فوكابلري، عندك كام كلمه في الموديل بتاعك. فهو بيروح بيقول لي ان انا عندي 1,476,000 كلمه، دول اللي عرفت اعرف اجيب لهم امبيدنجز ومتخزنين عندي دلوقتي. يعني انا لو جيت قلت له طبعا يعني هو ده كانها لسته من ان كل كلمه، هو بس عامل فوكابلري بس حاطط لكل كلمه اي دي، بس الكلمه لها فيكتور دي في حته تانية. فانا مثلا ممكن اجي اقول له هات التي موديل ده بتاعي اللي هو في الفوكابلري، وانت عندك دلوقتي بتقول 14 مليون مليون و400 الف كلمه، هات لي مثلا ما بين الاندكس ده والاندكس ده ايه الكلمات الموجوده عندك. فهو مثلا ايه هيروح يقول لي بص انا عندي الكلمات دي، الوحش بقلوبنا، الروابط، مش عارف ايه، دي سامبل من الكلمات اللي عندي. ماشي. طيب فانا حاجه اعمل ايه، انا عندي فانكشن كده انا عاملها اسمها كلين سترينج، بتنظف الكلمه، بتشيل منها اي حاجات يعني حروف مش عايزاها، بانكتويشن، مش عارف ايه الكلام ده، عشان بس قبل ما تدخلها على الموديل. فانا كنت مستخدم الفانكشن دي وانا ببني الموديل، فبالتالي لازم برضه استخدمها وانا بنظف الداتا وبسال الموديل. فببساطه جدا حاجه هنا ايه، تخيل انا حاجه انا هقول له ايه، اقول له بص انا عندي كلمه اسمها برمجه مثلا، بس برمجه دي في الاول لازم اعديها على مين، على الفانكشن اللي اسمها كلين سترينج اللي انا قلت عليها، ان هي تنظفها الاول قبل ما تبعتها لمين، قبل ما استخدمها. انا هنا هكتب كلين وادي برمجه، خلاص كده نظفتها. بعدين هعمل ايه، هقول بص برنت اطبع التي موديل بتاعك ده اللي انا مسميه تي موديل وورد فيكتور دبليو في اوف مين، اوف الكلمه اللي انا نظفتها دي، يعني هات لي الفيكتور المقابل لكلمه برمجه. هبص زي كده مثلا ايه، بص طبع لي ايه، هو اوف 100، طبع لي فيكتور اوف 100. دايما شايف كده الفيكتور اوف 100 ده، هو دايما انت كنت بتتكلم وانا قطعتك معلش، هو بدا بارقام عشوائيه فضل يتحسن 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 لحد ما المفترض يكون بيدينا تعبير. طبعا لحد دلوقتي انت مش باين لك يعني ايه تعبير برضه،
بالظبط. خد بالك برضه البدايه بالارقام العشوائيه حتى في الرياضيات العشوائيه دي، ان انا اعين حاجه عشوائيه ليها معادلات وكده يعني، بس يعني بتحاول تساعد بس مش هي دي الفيصل. طيب جميل جدا. يعني طب لو انا مثلا يعني دورت على كلمه ثانيه زي محمد كده ماشي، طب قول لي ومحمد لها فيكتور. طيب تعالى بقى نجرب حاجه، تعالى ان انا هجرب اقول له طيب معلش انا عايز احسب المسافه ما بين كلمتين. انا هنا هستخدم عندي لايبرري اسمها ساي باي، وساي باي دي هستخدم منها حاجه اسمها سبيشال دي بتحسب لي الكوزاين سيميلارتي. فدي هتقول لهم فانا الكلمتين دلوقتي دول هعمل سيميلار ايه؟ قد ايه ببعض، دي لايبراري قد ايه معموله عشان قد ايه تديني لبعض؟ الانسر دي. بالفعل. فانا فانا دلوقتي غالبا هعمل يعني ايه؟ اول معظم حاجه الحاجات هعمل هلاقي اوريدي انها بيلت ان، هلاقي اوريدي في لايبراريز وحاجات جاهزه تعملها، انا بس محتاجه سيرش واشوف ايه الحاجه اللي انا مش عايزها هعمل حاجه تعمل. بالفعل. بالفعل انا هختار كلمتين، انا هختار كلمه مصر مثلا ماشي، بس طبعا زي ما اتفقنا نعملها كلين سترينج في الاول ماشي خلاص. فادي كلين سترينج ونضفناها، وهاخد برضو كلمه تانية بورتو مثلا، وهقول مثلا ايه القاهره مثلا. دلوقتي نضفت الكلمتين، اجيب الفيكتورز بتاعتهم، يعني اجيب مثلا فيكتور 1، فيكتور 1 فانا ايكوال تعاملي كله عن ان انا طريق زي ما عملت الفيكتورز، هنا. ما بتعاملش سترينجز مع بعض، انا بجيب الفيكتور بتاع كل لا كلمه ما بتعملش عليك وبشوف نور. بقى جبت هنا الفيكتور بتاع وورد 1 السيميلاريتي ما بين وحطيته في الكلمات فيكتور 1 ما بين الفيكتورز. بالفعل. وكذلك لفيكتور 2، اقول فيكتور 2 دي عباره عن الفيكتور بتاع وورد 2 اللي هي القاهره. جبت الكلام ده، عندي معادله كده ببساطه جدا، يعني هي دي المعادله سبيشال دوت ديستنت كوزاين، وبديه الفيكتور 1 وبديه مين الفيكتور 2، وخزنت الريزلت في فاريبل اسمه سيميلر، وجينا بقى نطبع السيميلر ده نشوف بقى السيميلارتي كام. انا مثلا رحت قام كده قلت له اطبع لي بقى السيميلارتي، فقال لي ان الكلمتين مصر والقاهره في سيميلارتي ما بينهم ب 77%. فجيت قلت له طب تعالى نجرب بقى كلمه جديده، هجرب كلمه كمبيوتر مثلا، شوف مصر وكمبيوتر ايه السيميلارتي ما بينهم. راح قال لك ب 26%. هنا بدأ ايه بقى الدنيا يتضح لك انه ده ايه ده ممكن ان انا الكلمات بقى ليها تعبير، وبقى في حاجات كده اللي شبه بعضها جنب بعضها والابعد عن بعضها بعده. هنا بقى في نفس الموديل ده في فيتشر بيلت ان كده في اللايبرري احنا بنستخدمها، ان انت تقول له طب بص انا هديك كلمه، هات لي كده دور لي في كل الفوكابلري بتاعك مين شبهها، مين اقرب حد ليها. فتعالى كده هنختار كلمه، هنختار مثلا ايه، تعالى كده هنا هنختار مثلا كلمه اسمها القاهره مثلا ماشي، يعني وورد كده. وتعالى كده للتي موديل اللي هو شايل الفيكتوريات بتاعتي، هقول له تي موديل دوت دبليو في دوت موست سيميلر. موست سيميلر لمين؟ الموست سيميلر دي بتاخد بارامتر اسمه بوزيتيف، ايه الكلمات اللي انا عايز اجيب لها ال، وهقول له ايه الوورد، يعني ايه شوف للقاهره مين اقرب حد ليها واطبعه لي ماشي. ابص الاقي مثلا جاب لي ايه الاسكندريه، اسوان، شرم الشيخ، جيزه، وهكذا زي ما انت شايف. طبعا ممكن ان انا هنا العب برضه اقول له هات لي بس يعني ايه التوب ان مثلا ايه اربعه مثلا ولا حاجه، هات لي بس اكتر اربعه انواع اجيب لك كتير. وكل كلمه هو السيميلارتي ما بينها وبين القاهره كام، يعني اسكندريه سيميلارتي 88%، اسوان 87%، وهكذا تمام. ماشي. تعال نجرب مثلا الحاجه دي مثلا على كلمه جديده كمبيوتر مثلا، قول له هات لي الكلمات الاقرب للكمبيوتر، لان احنا واخدين الداتا بتاعتنا من تويتر، فتلاقيه مثلا جايب ايه كمبيوتر، يعني عارف ازاي بتتكتب كده او بتتكتب كده، فاهم ازاي يعني فاهم الاثنين دول قريبين جدا من بعض لان بيذكروا دايما في نفس السياق، إيه لابتوب او لابتوب بهذا الشكل، تابلت، وهكذا. اخر حاجه بقى انه انت طالما عندك فيكتورز ليك حق انك تعمل كل العمليات الحسابيه الممكنه ما منها الجمع والطرح والضرب. فانا هعمل عمليه حسابيه بسيطه جدا، هقول له ايه تعالى عندي، انا عندي كلمه، هعمل اقول انا عايز الحاجات اللي شبه القاهره، انا هكتبها هنا كده كتابه عامه شبه القاهره في السعوديه بس بعيده عن مصر. فهمت الجمله؟ هات لي الحاجات اللي سيميلر تو القاهره قريبه من السعوديه بس بعيده عن مصر. تتخيل فالمفترض يجيب كده العاصمة بتاع السعودية يعني. هو المفترض بقى انه يجيب العاصمه بتاعت السعوديه، يعني شوف انت فهمتها، بس هي في النهايه فيكتور. فانا هنا
ببساطه جدا، عملت كلمتين بوزيتيف اللي هم هيتجمعوا على بعض، القاهره والسعوديه، والكلمه النيجاتيف اللي هتطرح ما بينهم مصر. وبعدين بروح انادي واقول يا تي موبيل هات لي الموست سيميلر، وبديه بارامتر اسمه بوزيتيف، دي لسته بيتحط فيها كل الكلمات اللي هتتجمع مع بعض، والنيجاتيف الحاجات اللي هتطرح. فهو هيجمع القاهره والسعوديه وهيطرح منهم مصر، ونشوف هيطلع لي ايه. هيطلع لي اول حاجه ايه؟ الرياض. يعني هو لو انا سالت مثلا، انا بفترض لو انا سالت شات جي بي تي وبقول له ايه عاصمه السعوديه، فهو بيطبق نفس الكلام ده كده، هو ما بقاش فاهم انا بقول له ايه. المفترض انه يفهم مثلا عاصمه دي معناها ان هي مدينه في سيميلر للسعوديه بنسبه عاليه، ففي غالبا بيجيب هيجيب بالفعل. الرياض هو بنفسه يعني. بالفعل وبيرجع لي واحد. احنا هنا انتقلنا من عالم عليك نور، احنا انتقلنا لعالم جديد لتمثيل الداتا بالفيكتورز. يعني تعالى نشوف المثال ده، ان انا بقول له هات لي الحاجات اللي شبه ميادة الحناوي، ماشي، هي اقرب للرجل بس بعيده عن المرأة. يعني كانه ايه؟ يعني كاني هات لي الفيجر ده مين شبهه في جنر الرجاله مش في جنر الستات. فهو هجيب بقى مطربين بس رجاله في الجندر ده، في فجاب ايه؟ في ففهمت الفكره ازاي؟ ان هو بدا يبعد عن حاجات ويروح ناحيه حاجات. وهكذا بقى فكره الايه؟ الايه؟ الورتفيك، ماشي؟ بس الاجابات بتاعته دي كلها معتمده على الداتا سيت في البدايه اللي انت الداتا سيت في البدايه. يعني انا ما إن أنا هجيب حاجه بره البدايه. لا لا لا، لان انا مثلا لو في الداتا سيت دي انا بساله عن حاجات مثلا بالعاميه، والداتا سيت كلها جايه من ويكيبيديا، ما شافش كلمات عاميه، فاهم؟ زي ده الكمبيوتر دي اللي احنا شفناها مثلا، مش هيظهر معاه. فالفكره بقى ان احنا ايه في الورتوفيك نجحنا ان احنا ننتقل بتمثيل لكل كلمه، قادر ان انا ادخله في عمليه حسابيه واطلع منه داتا، اطلع منه انفورميشن واضحه. بيقول لك انه ماشي اوكي، انت فهمت الدنيا، بس تعالى بس بالراحه كده، انت بعد ما بنيت الموديل وطلعت لكل كلمه فيكتور ريبريزنتيشن، انت عندك مشكلتين. اول مشكله ان انت وانت بتبني الموديل ده انت حددت الفوكابلري بتاعك. يعني عادي جدا ممكن تسال على كلمات يقول لك انا مش في الفوكابلري بتاعي، كلمات دي انا ماليش عندها امبيدنجز، فانت مقيد باللي انت بنيته ده اولا. يعني اي حاجه بعد كده تستخدمها بره السكوب بتاع الموديل بتاعك ده احنا ما نعترفش بيها، دي حاجه. تاني حاجه ان انت بتلاقي الكلمه دي انت جبت لها ريبريزنتيشن واحد. لكن مثلا تعال ناخد مثال لحاجه زي كده، بقول لك هل تقدر تميز كلمه بنك هنا معناها ايه في الجملتين دول؟ My house on the river bank، بيتي واقف على ضفة النهر. I withdraw my money from the bank، أنا سحبت فلوسي من البنك. بنك هنا وبنك هنا هما different meanings خالص. إيه اللي خلاهم different meanings؟ الجملة اللي جم فيها. يعني إحنا عايزين إحنا هربنا من حاجة مهمة جدا، إن الكلمة هي جاية فين ليها معنى مختلف. في اللغة العربية أنا يعني وردت عين الماء، عين هنا البير، او مثلا شاهدت عين الامر، يعني انا شفت بالظبط، او تقلمني عيني بتكلم على اوريجين. الكلمه جايه فين هي لها معنى مختلف تماما، بس مش الكلمه كمان، ده يعني ممكن مجموعه الكلمات بتدي تعبير هنا وبتدي تعبير هنا. الفكره في انه السياق بيحكم تعبير الكلمه. فقالك انت هنا ايه، انت حلتها لي على مستوى الورد، بس عرفت حلها على مستوى بقى الجمله على بعضيها، هنا بقى الايه المشكله. فقال لك تعال نتخيل ايه ازاي بقى، يعني حاولنا بقى نحل على مستوى الجمله كلها. تعال تخيل ان احنا عندنا داتا، الداتا دي بتحل مشكله الماشين ترانزليشن. يعني عندنا داتا عباره عن انبوت واوتبوت، الانبوت الجمله بالانجليزي والاوتبوت الترجمه بتاعتها بالعربي. الهدف بتاعنا نبني موديل ندخله زي جوجل ترانزليت، ندخله الجمله بالانجليزي يترجمها بالعربي. فانا عندي داتا حضرتها، فعندي I love my country، انا محب بلدي، don't worry، لا تقلق، وهكذا. قال لك انه في طبعا نيورال نتورك في كذا اركيتكشر، يعني تركيبه النودز في بعضيها واللايرز عامله ازاي في بعضيها، بس ستيل نفس الفكره ان هي شويه ويتس ومضروبين في بعض وانا بحاول احسنهم، بس متركبين ازاي اللي احنا شفناه ده اركيتكشر منهم، معماريه واحده منهم، لكن في معماريات كتيره لكن كلهم في نفس الفكره. قال لك انت عايز توصل من don't worry كانبوت لايه؟ لا تقلق كاوتبوت. فهم عملوا حاجه اسمها انكودر ديكودر في الكمبيوتر ساينس عامه. كلمه انكودر يعني في انبوت هيدخل ولكن هيطلع بشكل تاني،
يعني هو نفس المعنى ولكن بشكل تاني. مهم. ديكودر العكس، المفترض ياخد الشكل التاني ده ويرجعه الاوريجينال بتاعه. مهم. فالانكودر هياخد الداتا كتكست بس يديني فيكتور، فيكتور واحد يعبر عن الجملة كلها، مش بقى فيكتور لكل كلمة، فيكتور يعبر عن الجملة كلها. والديكودر يعمل العكس، ياخد فيكتور يطلع لي ايه؟ تكست. فدي الفكرة، ان الانكودر ده بقى احنا نعتبره ايه يا جماعة؟ الانكودر دي نيورال نتورك، اوكي؟ الانكودر دي نيورال نتورك بس مهمتها تختلف عن مهمة الديكودر، بس الاثنين نيورال نتوركس. الدونت وري دي تدخل على الانكودر يطلع لي فيكتور جديد، احنا هنسمي الفيكتور ده بنسميه هيدن ستيت. طب ليه ما نسموش فيكتور؟ احنا بنسميه هيدن ستيت لان هو واقع في منطقه مخفيه ما بين حاجتين، فمش حاجه بنسميها مرحله خفيه يعني. وبعدين ناخد الهيدن ستيت ده ندخله على الديكودر يطلع الترجمه. يعني انا عايز ابني النيورال نتورك بهذا الشكل، ادخله انبوت، المرحله الاولى اوصل منه لتمثيل فيكتور للجمله كلها، وبعدين ادرب نيورال نتورك تاني لما تاخد فيكتور زي ده تحاول تترجمه العربي. فهنا احنا بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول نمثل الجمله كلها، الانبوت كله على بعض، مش كلمه كلمه. فعندنا واحده من الاركتكتشر دي حاجه اسمها ار ان ان او ريكيرنت نيورال نتورك. انا ليه هشرحها؟ لان انت هتفهم احنا كنا عايشين في معاناه ازاي والترانسفورمر خدنا فين. بس معلش انا هقطعك، الار ان ان ده هو ده مدخل الترانسفورمرز، يعني الفكره اللي قبل الترانسفورمرز على طول. تمام. يعني كان اخر الستيت اوف ارت قبل الترانسفورمر. الار ان ان حاجه اسمها ريكارنت نيورال نتورك. ريكارنت يعني ايه؟ يعني حاجه عماله تلف على نفسها، تلف على نفسها. ريكيرس بفعايا جامد ريكيرس. الفكره في ايه؟ الفكره بقول لك انه بص تعالى يا جماعه ندرس اللغه. اللغه دي يا جماعه ايه؟ اللغه دي غير الصوره، الصوره دي شويه بكسلات جنب بعضيها، بس ترتيب البكسلات كده مش ليه معنى، هي صفوف تحت بعضيها. اللغه ممكن تدخل في فكره التايم سيريس او الحاجات المربوطه بالوقت. يعني انا بقول كلمه وبعدين لازم بعدها اقول كلمه واقول كلمه، الكلمه الخامسه دي معتمده على اللي قلت في الاول. يعني لو سالتك قلت لك السلام عليكم و تقول لي ورحمه، اقول لك ورحمه و الله وبركاته. البوزيشن بيفرق، بوزيشن الكلمه البوزيشن بيفرق جدا. لذلك ده في الجوجل تكتب كلمه فهو بيحاول يخمن الباقي، بروبابيلتي احتمال الكلمه اللي بعدها ايه. الفكره في ان الكلام هو دايما ماشي في سيكونس، كل ما السيكونس ده مشي يعني لازم تاخد حبه حبه. انت نفسك كنت بتقرا الكلام من اليمين للشمال او من الشمال، بس تقرا واحده واحده. فهو الريكارنت قال لك خلاص احنا عندنا كلمه دونت وري دي ثلاث كلمات بس هم سيكونس. دونت دي كانها تايم ستيب 1 المرحله الاولى، التايم الاولاني. دونت النوت دي تايم ستيب 2، وري تايم ستيب 3 او المرحله الزمنيه الثالثه. فقال لك انت عندك كلمه دو، انت هتصمم نيورال نتورك برضو ليها تركيبه مختلفه اسمها ار ان ان، بس برضو هي نيورال نتورك. يعني انا عايزك تتعامل معاها كده. النيورال نتورك دي زي فكره الانكودر، هتطلع لك تحول لك الكلمه دي لفيكتور، ماشي؟ بعدين الكلمه اللي بعدها ايه؟ نط دي برضو هتدخل على نيورال نتورك. بس قبل ما تطلع زي دي ستيت جديده او فيكتور جديد، احنا دلوقتي هنحصل على نتفق ده بنسميه ستيت، فيكتور جديد، هتروح واخده الستيت ده كمان من اللي قبلها. يعني وهي واقفه على نط عندها معرفه جايه من ايه؟ من دو ويطلع ستيت جديده، ستيت 2. وري هتدخل على النيورال نتورك دي، بس مش وري بس اللي هتدخل، وكمان ستيت 2 هتدخل هنا يطلع لي ستيت 3. وكاني براكم المعرفه، يعني كل اللي في مرحله بطلع بمعرفه جديده وباصيها للي بعدي. حلو جدا. لحد ما اوصل لاخر جمله عندي في الانبوت ده ستيت 3 الاخير، ده هو اللي هنسميه الهيدن ستيت، اللي هو المفترض متضمن معرفيا كل الستيتس اللي قبل كده. وبعدين ادخله ده على الديكودر. الديكودر المفروض ايه؟ يترجم لي ده. الديكودر نفس فكره ده بالظبط، هيفضل برضو ماشي واحده واحده بس بطريقه تانية. بس الفكره في ايه؟ بالعكس. فلو بصينا عليها بشكل تاني، ان انا عندي دون دو دخل على ان، ويطلع منها يدخل على الثانيه مع نوت، ووري برضو داخله مع اللي طالع من النط، وهكذا كل ده لحد ما يطلع هنا ستيت
الهيدر ستيت ده يدخل على الديكودر، يفضل يمشي، اول كلمه تلاقيها لا، بعدين عشان يكون الكلمه اللي بعديها يتنبأ بايه الكلمه اللي بعديها، هياخد المعرفه من اللي قبلها ويضمها هنا عشان يطلع اللي بعديها، وهكذا لحد ما الجمله تنتهي او يكون عنده علامه فاين انه ستوب كده، ما ايه ما ديجنريتش حاجه بعد كده. فهنا ده المصطلح. حد يقدر بقى يخمن هي ايه المشكله اللي كانت في مشكله بقى حصلت تاني؟ يعني البتاع ده كان شغال حلو جدا وكنا عاملين بيه احلى شغل ومعتقدين ان احنا واصلين السحابه، يعني عارف ازاي؟ مفيش حد احسن مننا. ايه المشكله؟ قال لك المشكله اولا انه حصل بعد كده، بدانا نشوف احنا هنا ثلاث كلمات، لكن مثلا لو دخلت له مستند من 1000 كلمه، فالكلمه الاولى تودي على الثانيه، والثانيه تودي على الثالثه، والثالثه تودي على الرابعه. قال لك مع طول السيكونس ده، هو انا وانا واقف هنا، هل المعلومه دي جايه من النط بس، ولا جايه من النط ودو، جايه من الكلمتين دول، جايه من التو ستيتس دول، فاهم ازاي؟ ولذلك لو انا واقف عند الكلمه رقم 1000، المعرفه بتاعتي مش جايه من 999، هي جايه من كل ال 999 كلمه اللي قبلها. وبالتالي لو في معلومه مهمه كانت جايه في النص، ممكن بسبب طول السيكونس يفقد تركيزه، يحصل له اتنشن لوس، يفقد تركيزه من كتر الاكيوميليشن او التراكم بتاع الداتا ماثيماتيكلي. فجاه الهيدن ستيت اللي بوصله في الاخر بيكون مشوه جدا، فقد تركيزه بسبب طول السيكونس. دي مشكله، ان انا السيكونس الطويل ده عمل عندي مشكله، ان انا مش زي ما كنت متوقع، اصبح فيه مشاكل، يعني بيفقد تركيزه، كأنه بقول لواحد كلام كتير جدا ده المحاضره دي، بيجي في الاخر ايه، ستوب انا فقدت تركيزي، مش عارف اجمع كل اللي انت قلت لي ده على بعضه. نفس اللي بيحصل هنا في النيورال نتورك. تاني مشكله ان انا يعني انا عندي كمبيوتيشن عاليه جدا. الناس بقى يعني ممكن دي يعني مش كل الناس فاهمه، بس يعني الناس بتستعمل ديستريبيوتد كمبيوتنج كده، الفكره في ان انا كل مره باخد قرار لازم يعني اطبق دي الاول عشان اعرف اخد دي، وبعدين اعملها عشان اعرف اخد دي، في سيكونس. فبالتالي فكره الديستريبيوشن او البارل كمبيوتنج هنا يعني تلاقيها شيء معدومه، لان انا كل خطوه لازم اعمل قبلها خطوه، ما فيش بارل بقى وديستريبيوتنج كمبيوتر. فكان مخلينا عندنا قيود في استخدام النيورال نتورك دي على حاجات بقى ضخمه، على داتا ضخمه وكده مش عارفين نعملها. فدي كانت بعض الليميتيشنز. فهم في الار ان ان حلوها بقى بمشكله، قال لك ايه ده، استنى، هو انت بتقول لي مع طول السيكونس فقد الاتنشن، فراح عمل ايه؟ قال لك طب بص، تخيل لو انا جمعت لك كل الستيف دي اللي طالب من هنا ومن هنا ومن هنا، بدل ما انا بس باخد اخر ستيت عندي، انا هعمل ايه؟ انا هعمل نفس النيورال نتورك، بس بدل ما اخد بس ستيت 3 اللي هي جايه من اخر واحده، انا هاخد كمان ستيت 1 وستيت 2 واروح جامع جامجهم في النيورال نتورك جديده. هنا بقى بدانا التعيد بقى، ان هو ايه، عمال نبش على بعض واجمع فيهم الثلاثه كلهم في بعض، بعدين اطلع منها الايه، الهيدن ستيت. يعني بدل ما الهيدن ستيت هنا كانت جايه بس من اخر واحده، هنا هتيجي جايه من كومباينيشن من كلهم، وبعدين بقى ادخلها على الديكودر يبدا يشتغل. هنا بقى فكره الاتنشن، ان انا مش كل كلمه كانت بتطلع لي ستيت، ما تجمعهم كلهم بعد ما تطلعهم كلهم، جمعهم كلهم في مكان واحد، ده هنسميه الاتنشن، اللي هو خد باله. اتنشن يعني ايه؟ يعني انتباه، انتبه الى كل مخرجات الانكودر، انتبه ليها كلها. ففجاه ليه ان في تحسين، فجاه انه لما الجمله كبرت، بس في النهايه ما باخدش اخر واحد، انا باخد كلهم بجمعهم تاني مع بعض واحطهم بقى في الاتنشن. احنا كده بقى وصلنا ايه، نص المحاضره بالظبط، ليه البيبر اللي قلبت تاريخ الـ NLP اللي هي طلعت بتاريخ ايه، في 2017، اللي هي كان يعني بص حتى الغرور في تسميتها، يعني انت كان سيرشر attention is all you need، بص في كوكو ما احنا عايزين attention. وطلعت من جوجل، وده برضو اللي مخلينا ايه، ان هو يان لوكن اللي هو يعني ماسك الريسيرش في ميتا، لما طلع يدافع عن فكره ان احنا يعني تشات جي بي تي ده يعني ايه ما تغروش بيه، ده كل التكنيكس اللي عاملها دي طالعه من جوجل وفيسبوك، يعني فيسبوك يعني جوجل اكتر، يعني فيسبوك ما ساهمتش بهذا القدر الكبير، التكنيكس دي عندنا بس انتوا المبهرين زياده عندنا. هو راح قال لك بصوا يا جماعه، اتنشن از اول يو نيد، وطلعت البيبر دي الحقيره اللي ما حدش فاهم منها ولا حاجه، ولكن البيبر ساعتها كان كبيره، ان انا قعدنا فتره مش فاهمين البيبر، يعني مكتوبه كده يعني مغرور كاتبها برجله، بس يعني مطلع فيها ارقام
ومطلع فيها داتا ومودلز ويعني بس هو في البيبرز ما بيكتبوش، اعتقد انا البيبرز بيكتبوا المشكله وبيكتب لك الريزلتس بعد الحل يعني. بيكتب بيكتب طبعا الريزلتس، ما انا اكيد اقتنعت بيها بالريزلتس بقى وحاجات اللي هي لا لا ايه مش كده معاملات، هو انت عملت ايه جوه في النيورال نتورك احنا ما كناش عارفين يعني، قعدنا فتره طويله جدا لغز يعني بنتعامل بيه كبلاك بوكس يعني، هو الراجل برضه ما اجتهدش بنشرح بالتفاصيل شويه، وهنيجي لفكره الشرح بالتفاصيل دي يعني. طيب يبقى اذا احنا قدرنا نفهم فكره ان احنا اولا عندنا مشكله اساسيه في ان احنا نحول النص لفيكتور بيعبر عن كل اللي موجود في النص، بس لما جربنا الار ان ان وقعنا في مشكلتين، مشكله زي ما قلنا فكره السيكونس انه طويل، وبالتالي احنا عايزين نتغلب على فكره ان هو مهما طال النص الموديل ما يفقدش تركيزه او الاتنشن بتاعه للمحتوى بتاعه عشان يقدر يطلع له فيكتور معبر عنه. والمشكله الثانيه فكره ان الار ان ان ماشيه ستيب ورا ستيب ستيب ورا ستيب، فمش قادر استغل الكمبيوتيشن ريسورس كويس. فلذلك عملنا فكره الاتنشن لاير اللي هي هتجمع لي كل المعرفه زي مثلا هنا كل المعرفه في مكان واحد قبل ما تبصيها للمرحله اللي بعديها، هي دي فكره الايه الاتنشن بس مع الار ان ان. لذلك بقى ظهر بعد كده ما عندنا بقى الايه البريك ثرو الكبير جدا عندنا في الايه في ال ان ال بي، اللي هي البيبر اللي من الغرور بتاعها يعني كتبوها مصطلح مغرور جدا attention is all you need، بص مالكش غير الاتنشن، مصطلح كان صادم شويه ولكن هم هنا عملوا بقى النقله اللي احنا عايشين دلوقتي فيها وبنقول هو الذكاء الاصطناعي هيستبدلنا ولا لا. كله نشا من اليوم ده 6 ديسمبر 2017، يمكن بعد سنين نعمله العيد الرسمي العيد القومي للتشاؤم ماشي لإحلال لظهور الروبوتس. فهي دي الفكره، وده بقى ان شاء الله اللي هنشوفه في المحاضره الجايه باذن الله، ونبدا ناخده واحده واحده عشان نفهم بقى ان التشات جي بي تي للناس مبهوره بيه هو اي نعم خلاصه ابحاث وتاريخ طويل من الابحاث ولكنه مش الشيء العظيم يعني، اندر ذا هود مفيش العلم القوي جدا بس فيه الباور العاليه جدا، بس هو ده اللي احنا ان شاء الله نتكلم عليه في المحاضره الجايه. انا بشكرك جدا يا باشمهندس ابو بكر على المحاضره دي، كالعاده الكلام كان واضح للناس الغير متخصصه زي، فانا مبسوط جدا من كم النوليدج اللي انا خدتها المره دي، ومتشوق للمحاضره الجايه ان شاء الله نعرف اكتر بمور ديبس بقى، واعتقد ان انت قلت هتورينا ديمو او حاجه شبه كده بحيث نشوف ازاي بقى الناس بتبقى شغاله فعلا، ازاي بتجيب موديل وازاي بتبدا تعمل له ترين وازاي تقول له بريدكت بناء على الريزلتس دي، ونقدر نعرف منه بقى هل هو مثلا قدر يعرف الجملة دي مثلا بوزيتيف ولا نيجاتيف، ولا هل قدر يفهم الجملة ويدينا ريزلتس او لا، ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الحلقة إن شاء الجاية، ونطبق مثال حي ان شاء الله مع بعض، وايه عشان الناس كلها تتجرأ وتشتغل بالكود بايديها ان شاء الله. فانتظرونا هيبقى فيه كلام جامد جدا، كلام بقى بصورة عملية لو انت حابب تطبق، فاعتقد انها تبقى حلقة ما تتفوتش. إن شاء الله. شكرا جدا يا باشمهندس، سلام. شكرا جدا، السلام عليكم.